نادين نسيب نجيم للسنة الثانية رح تشارك بمسلسل من 15 حلقة، والكل صار بيعرف اسم المسلسل 2024، وهو جزء ثاني من مسلسل 2020 اللي قدمته من 3 سنين مع الممثل قصي خوي، لكن هالمرة قصي مش موجود بالعمل ورح يشاركها البطولة محمد الأحمد. نادين لم يحلف الحظ رمضان الماضي بمسلسل وأخيراً بتعود مرة أخرى للعمل مع المخرج المتميز فيليب أسمر بعد فترة ابتعاد بيناتهم، وهالشي بخلينا نتفائل إنه نادين رح تقدم عمل تعوض إخفاقها العام الماضي. نادين تعرضت لانتقادات بسبب البوستر الترويجي واتهمت إنها بتقلد أنجلينا جولي. أزمة التقليد والبوسترات تنثار كل سنة وما حدا بيسلم من التقليد. المفاجأة الصادمة إنه المسلسل سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان. كتار استاءوا من تأخير عرض المسلسل لاعتقادهم إنه ما بياخد حقه وإنه المسلسل هيك بينظلم، لكن هالشي غير صحيح، لأن شفنا السنة الماضية النجمة المصرية منى زكي كيف تصدرت المشهد الدرامي بعد عرض مسلسل تحت الوصاية في النصف الثاني من رمضان. يا ترى هالشي رح يتكرر مع نادين؟ ومنكمل بدراما مع رحاب.